النهارده يا حبايبي عملت لكم كيكه بالبرتقال، ان شاء الله تعجبكم. عايزين تعرفوا اتعملت ازاي؟ يلا بسرعه نشوف الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم يا حبايبي في مطبخ بيت العز، معاكم ام احمد. ان شاء الله النهارده اقدم لكم كيكه بالبرتقال، بس فيها مكونات مختلفه شويه عن الطبيعي اللي احنا بنعملها. نبدا بسم الله نشوف المقادير مع بعض. معايا 3 كوبايات وربع دقيق، ومعايا كوبايتين الا ربع سكر، ومعايا 4 بيضات، ومعايا علبة زبادي، ومعايا بودرة قشر البرتقال. بودرة قشر البرتقال ده بجيب البرتقال اللي هي دي، بجيب البرتقال بعد ما بنقشره في ايام الشتاء كده والبرتقال كتير، بجيب البرتقال بقشره ما يكونش فيه الحتة البيضة دي، تكون رفيعة جدا، وبحطه في قلب الشقة ينشف شوية كده، وبعد كده بحمصها بعدها بثلاث ايام او اربعة عشان ما ياخدش مني وقت في الفرن، او يبقى يتحمر من بره ومن بره ومن جوه يبقى يفضل ني يعني. فبسيبها 3 ايام في البيت ينشف. ومعايا ذره ملح، ومعايا بيكنج باودر، ومعايا فانيليا. نبدا بسم الله نحط المقادير على بعض. اول حاجه يا حبايبي هنخلط المكونات الجافه مع بعض. اهي حطيت بودره قشر البرتقال مع البيكنج باودر مع شويه الملح، وابدأ اقلبهم. اول ما بدأت في عمايل الكيكة وانا مولعة الفرن على 180 كده، خلطت المكونات الجافة مع بعض. دلوقتي حطيت البيض وحط عليه الفانيليا، هضربه بالمضرب وارجع لكم تاني. بعد ما ضربت البيض بالمضرب كويس جامد، هبدا انزل عليه بالكوبايتين الا ربع سكر وارجع اضربهم تاني. هنزل عليهم بعلبه الزبادي واكمل ضرب. الزبادي بقى بيخليها هشه وبيخليها طريه، هتلاقوا طعم تاني ومختلف. هبدأ بقى انزل عليها بالمكونات الجافة. لو لقيتها لسه محتاجه سوائل تانية ممكن اكمل لها، اشوفها محتاجه ميه قد ايه. انا حطيت لها دلوقتي نص كوبايه ميه. هحط المكونات دي في صينية 30 مقاس 30. هبدأ بقى اجيب الصينية واحط لها الزبدة واحط لها رشة دقيق ونفضي فيها الكيكة. انا دهنت الصينية زبدة وحطيت عليها دقيق. انا ما نسيت اقول لكم ان انا خدنا كده كوباية لربع مية في عمايل الكيكة. هبدأ
احط الكيكه. بسم الله. دي صينيه مقاس 30. الفرن بتاعك لو حامي زي بتاعي، انا الفرن بتاعي لو حطيت الكيكه فيه كده هتتحرق، فبضطر احط صينيه زيها تحت او اقل منها مش مشكله، بس كميه الميه بيكون فيها كتير بحطها في الرف التحتاني واسيبها بتستوي على السوى الطبيعي بتاعها. البخار الميه اللي بيطلع من الصينيه التانيه بيظبط الفرن معايا فيخلي سواها كويس. هسويها وارجع لكم تاني ان شاء الله. ودلوقتي يا حبايبي طلعت الكيكه بالشكل ده، هوريها لكم من تحت. شايفين الشكل ما شاء الله. هبدا اقطعها قدامكم. بالشكل ده كده. هرش ازاي؟ شايفين السمك عامل ازاي؟ وده كان الشكل النهائي للكيكه. لو عجبتكم ما تنسينيش في لايك وشير وسبسكرايب. كانت معاكم احمد من مطبخ بيت العز. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.